مشاهدينا مساء الخير، مرحبا بكم في برنامج الفهرس واليومين الأخيرين المتبقيين من معرض مسقط الدولي للكتاب. اليوم المعرض مزدحم بالزوار والأعداد تتوافد بشكل كبير، يبدو أنهم كأنما يريدون بزيارتهم هذه أن يستبقوا المعرض قليلا بعد في اللحظات الأخيرة. متواصلين معكم اليوم في موضوعات عديدة، واليوم سيحدثنا الكاتب عبد الله حبيب والكاتب البحريني عبد النبي العكري عن كتاباتهما في الوطن والفقد والأصدقاء. الباحث والشاعر نصر سامي سيحدثنا عن الشعر والحركة النقدية المصاحبة له في الوطن العربي. وسنستضيف معنا في الاستوديو مبادرة شبابية تقدم كتب سمعية للمكفوفين، تابعونا. يحظى المعرض بزوار من مختلف الفئات، سواء كانوا مهتمين بالقراءة قراء أو كانوا زوارا نخبويين من الكتاب وأصحاب الإصدارات. وقفتنا الأولى مع محمد المهري وكاتبين يتواجدان الآن في المعرض. مرحبا معك محمد. مساء الخير دكتورة، ومساء الخير لكل من يتابع الفهرس اليوم في هذا التصفح ما قبل الأخير. هكذا غدا السبت نطوي هذه الصفحة ونطوي هذه الموضوعات من فهرس معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته 21. اليوم هكذا ضيوفي بلقيس المزروعية، هي كاتبة عمانية، ومعي أيضا ضيف السلطنة وأيضا ضيف معرض الكتاب، هو الكاتب السعودي حزام بن راشد، وهو صاحب رواية الآن ولكنها تعتبر الرواية الثالثة. سنخوض في هذا المضمار من خلال هذا الحديث الأدبي في هذه الأروقة، في هذه الكتابات، هذا الحبر السعودي العماني ماذا كتب على صعيد الشباب، وهذه الأنامل الخليجية ماذا كتبت على مستوى الرواية. بداية حزام مساء الخير. يا هلا ومرحبا فيكم، حياك الله وأهلا فيك في السلطنة وتحديدا هنا في معرض الكتاب. مساء النور، وأنا سعيد بالتواجد معكم. بلقيس المزروعية، أنا شخصيا توقعت أن تكتبي رواية عن سبا. مساء الخير. مساء النور، أهلا فيك. أنت ملكة أكيد بكتاباتك اليوم. أعزائي المشاهدين، نبدأ مباشرة مع حزام. حزام، لك أنثى المعراج ربما هي الرواية الأخيرة، ولكن هناك أيضا روايات سابقة. كاتب سعودي مهندس، يعني المهندس الكاتب، كيف بدأت كتاباتك؟ كتاباتي بدأت حقيقة بتكثيف القراءة. كنت أقرأ يعني دائما كثير، تقريبا يعني منذ الصغر. دائما عندنا مقولة، الكاتب القارئ الممتاز هو في الأصل كاتب جيد أو مشروع كاتب جيد. أحببت الكتابة، يعني محاولات شخصية بيني وبين يعني نفسي، إلى أن أصبحت في عام 2013 بدأت بالكتابة رسميا عن طريق إصدار الأول رواية الحرة والمجرة، ثم 2014 إصداري الثاني الحندس، والآن رواية أنثى المعراج. من هي أنثى المعراج؟ أنثى المعراج هي فتاة وقع في حبها شاب، حب من طرف واحد، حب يعني مجنون. هو من أطلق عليها أنثى المعراج من أجل الوصول، يعني الوصول إليها وتخطي كل العراقيل اللي واجهها في هذا الطريق.
طيب الكتابات للرواية الآن حزام أصبحت كثيرة جدا، ربما الرواية أصبحت الإنتاج الأدبي الأكثر ربما يعني استقبالا من القارئ. اختيارك للرواية هل هي اختيار شخصي باعتبارك أنت تحب هذه الحبكة وهذه القصصية في الرواية، أم هو الخيار الموجود الآن على الأقل على صعيد الأدبي بين الشباب؟ لا بالتأكيد هو اختيار يعني شخصي، شيء أحبه يعني جدا، أكتب لكي يعني أعبر، أتنفس، أقول ما أريد أن أقوله من خلال كتابة. الرواية هي رسالة قوية جدا لإيصال ما أريد أو محاولة إيصاله. أرى نفسي في الرواية حقيقة، لم أكتب لأنها الأكثر إقبالا، ولكن وجدت نفسي أكتب الرواية لكي أعبر عما بداخلي. عجبتني قضية يعني كلمة أتنفس الرواية. بالفعل الشخص يعني قد يعني يمر بمنعطفات في حياته، يمر بعدة أمور يعبر عن ذلك حقيقة بالكتابة. أنا أكتب لكي أعبر ما بداخلي. هل وصل المحب إلى أنثى المعراج؟ لن يعني أفسد الرواية، ولكن من يقرأها سوف يعني يكتشف هذا الشيء يعني بنفسه. إذا نتمنى أكيد كل هذه القصص العاطفية الجميلة أن تأتي دائما بهكذا تكوين أسرة جميلة، ونتمنى دائما أنثى المعراج أن تكون هكذا تلطف بهذا الشاب الذي يحبها حب هذا الحب الجنون، ونتمنى لك على صعيد الكتاب كل التوفيق، ونتمنى أن تستأنس ليس فقط بمعرض الكتاب وهذه الكتابات ولكن من خلال العامرة مسقط وأروقتها المختلفة. شكرا حزام. أشكرك أستاذ محمد، أنا سعيد بالتواجد معكم حقيقة في السلطنة، في سلطنة الخير والحب. شكرا لك. العفو. إذا ومن أنثى المعراج مباشرة إلى كتاب أخرى كبرت عقلا، هي للكاتبة العمانية بلقيس المزروعية، وهو الإنتاج الأول مثل ما ذكرت على أنه بلقيس ربما يكون لها علاقة بسبأ، فأنا شخصيا تمنيت أن تكتب سبأ ولكنها كتبت كبرت عقل، وهي أكيد كبرت عقلا من خلال هذه الرواية. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. مساء النور. بلقيس أنت كتبت هذه الرواية وهي الإنتاج الأول من خلال محاكاة قصصية، من خلال كتابات مختلفة، تجميع لقصص وأشياء كثيرة جدا، هذه المجموعة وهذه المنظومة المتكاملة في كتاباتك ماذا أردت من هذه الرواية؟ طبعا كبرت عقلا عبارة عن نصوص متتالية الأحداث تتحدث عن مشاكل الشباب هذا العصر، كيف الشباب دائما يجب عليهم بعد أن يتعثروا أن يقفوا وأن يكافحوا في الحياة، وأن دائما تكون صلتهم بالله سبحانه وتعالى قوية. عجبتني من خلال بعض الأشياء التي تحتويها كبرت عقلا ارتباطك بصديق ربما كان لها الأثر الأكبر، أكيد أحيانا نحتاج إلى الأصدقاء ورب أخ لم تلده أمك، علاقتك بالصداق من خلال ما كتبت داخل انتشلتني ولا أستطيع أن أنكرها، يعني أنكر هذه الانتشالات وهذا الوقفة. دائما الصديق كالأخ وربما أحيانا يكون أكثر، فدائما نحن يعني كشباب يكون لدينا أصدقاء مقربين، وفي نفس الوقت هذا الأصدقاء لهم مواقف نحن لا نقدر يعني أن ننكر هذه المواقف. ما هو القادم لك؟ إن شاء الله القادم هناء خالد، وهي عبارة عن رواية. هناء خالد؟ نعم. والثالثة؟ إن شاء الله نخبرك عنها فيما بعد. بعد إذن روايتك القادمة ستكون إن شاء الله قريبة جدا، وهي الآن بلقيس هكذا حاولت أن تكتب، نقول أنت كبرت عقلا من خلال اختيارك لهذا العنوان، ونتمنى دائما أن تكبر رواية وأدبا ونهما هكذا في القراءة، وتكون أيضا من الكاتبات العمانيات الموجودات بقوة في الساحل الأدبي. شكرا. شكرا لك. إذن هكذا أعزائي المشاهدين عشنا معكم مع أنثى المعراج وكبرت عقلا، ولكن يجب أن تعيشوا معنا من خلال ما نقدم لكم في الفهرس، تابعونا لدينا هذا الحدث الكبير من خلال معرض مسقط الكتاب في نسخته 21، لا تذهبوا بعيدا فنحن معكم. أقرأ لأنني لم أخذ كفايتي من معرفة الحياة بعد. القراءة هي تعبيري عن رغبتي في معرفة العالم بطريقة سهلة وبسيطة للغاية، هي حالة الخروج من الصناديق المتشابهة والقوالب النمطية التي نعيشها في اليومين من حياتنا. مثلا، ما الذي يجعل فتاة من حلة خراسين بنزوة تبكي شخصا اسمه غابرييل غارسيا ماركيز عاش على بعد 3 قارات منها في بلدة صغيرة في كولومبيا؟ ما الذي يجعلها تقضي يوما متأملة مقطع قصيدة مدهشا لشاعر من تشيلي اسمه نيرودا؟ القراءة، إنها القراءة. أقرأ
لأن القراءة هي وسيلة للعيش اليومي، الاستعانة بالسيارة للتنقل، بالهاتف للاتصال بطرف آخر على الضفة الأخرى من العالم، الاستعانة بالكاميرا لالتقاط ما أقوله، الاستعانة بالكتاب لمعرفة العالم، للبحث عن متعة موازية لتجربة قطعة شوكولاتة أو فستان جميل. هذه هي القراءة، المتعة. تعاملي مع القراءة هو جزء من بحثي عن المتعة التي تمنحني إياها تفاصيل الحياة الصغيرة. نشأت في بيت لم يكن به تلفزيون، كان لوالدي تحفظاته الدينية حوله. آنذاك كنت أعتقد أن الكثير ينقصنا ويجعلنا عائلة مختلفة عن أي عائلة أخرى. اليوم أكثر من أي يوم آخر أعرف أن ذلك كان سر تكويني المعرفي الآن، القراءة بديلاً للتلفزيون. في يوم من الأيام وقعت عيني على كتاب اسمه المستطرف في كل فن المستطرف، فبدأت بقراءته وأعدت قراءته عشرات المرات حتى حفظت قصصه غيباً. لقد تجاوزت فكرة النظر إلى القراءة كمشروع، إنها اليوم قيمة إنسانية وأداة عيش لي كإنسان وكأم. أريد أن أقاوم بها كمية الجهل والتسطيح التي تسوق لنا في كل يوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. عندما عشت في هولندا في 2014 و2015 كنت أذهب بابنتي في الحضانة، كنت أراهم يقرؤون لها وهي تتناول الطعام، يقرؤون لها قبل أن تنام، يقرؤون لها في كل وقت وأي وقت. القراءة بالنسبة لهم هي تكوين أساسي لطفولتهم. من هنا أتبنى القراءة كمشروع من أجل أطفالي الذين أتيحت لهم فرص أكثر من فرصنا للحياة. نحن في هذه المرحلة السنية المبكرة مسؤولون كآباء عن التكوين المعرفي لأطفالنا في سن حياتهم المبكرة، والذي سيصنع منهم من سيكون عليه غدا. هذه الحياة تستحق أن تعاش. اقرأوا لتعيشوا. مشاهدينا، حديثنا عن الكتابة بكل همومها، عن الفقد والوطن والحزن. ضيفي في الاستوديو اليوم الأديب والكاتب العماني عبد الله حبيب، مرحبا بك معنا يا عبد الله. وضيفي كذلك الكاتب البحريني عبد النبي العكري، مرحبا بك معنا استاذ عبد النبي. يا اهلا وسهلا فيكم. عبد الله، يعني ابدا معك من سؤال التقطه من هذه اللحظة، لأن انتما صديقان مقربان جدا، وعبد الله حبيب في معظم كتاباته شعرا، رسائلا، نثرا، قصصا، الأصدقاء حاضرون، أنت تتعلق بأشخاص معينين وتستعيدهم وتستعيدهم في كتاباتك. نعم. بالنسبة لي حسين موسى مثلا، بالمناسبة يعني هو حتى في أحد حواراته يقول أنه حتى يعني حتى زوجته تسميه باسم حسين موسى، يعني هو مش لأنه هذا هو الاسم القديم، وإنما لأنه عرف به عاطفيا وحتى شخصيا، يعني لدرجة أن زوجته يعني، فأنا سميته حسين موسى مش عبد الله بالعكري. وبالنسبة لي علاقتي به، هو أستاذي، يعني أستاذي بالمعنى في تشكيل الوعي وفي الرؤية الجديدة أو المغايرة أو المختلفة إلى المحيط الاجتماعي والثقافي والسياسي، أحد الأشخاص الذين أسهموا في تشكيل هذه الرؤية. هذا بالنسبة لضيفنا، لكن أتحدث عن الأشخاص الذين تستعيدهم في كتاباتك عبد الله. يعني أنت تكلمت عن مثلا سعيد الهاشمي، مثلا تكلمت عن بعض الأشخاص الآخرين كنت تكتب عنهم، أنت نعم. تكتب عن الأصدقاء حتى في كتاباتك الشعرية. استحضارك وتعلقك بهؤلاء الأشخاص، يعني غالبا نحن ما نربط الشعراء أو الكتاب أنهم يرتبطون بمكان ما، يتحدثون عن الأمكنة. الارتباط بالشخصيات ملفت في كتاباتك. هو تقريبا لأنه بعض الأشخاص يمثلون الأمكنة،
يعني يكونون رموزا للأماكن التي ينتمون إليها من ناحية الهوية الوطنية أو السياسية أو ما إلى ذلك. كذلك من الناحية العاطفية، يعني أنا أكتب عن الأموات كثيرين، يعني من الأموات اللي عشت اللي أعرفهم سواء من أسرتي أو غير ذلك، فتعلقي عاطفي جدا. أنا طبيعتي الشخصية أيضا هكذا، يعني أنا أتعلق بالأشخاص أكثر مما أتعلق بالأماكن يعني كشخص يعني. فلعلني أجبت يعني على. شكرا يا عبد الله. أنتقل لك أستاذ عبد النبي، وكتابك ذاكرة الوطن والمنفى هو كتاب سيرة ذاتية. نعم. ولم يكن كتاب يوميات تسجل فيه يومياتك، إنما هو استعادة لماضي ماض قديم أردت توثيقه وتسجيله. نعم. قبل يومين كنت مستضيفة أستاذ حسن مدن، وقال عن كتابه بأنه أو قيل عن كتابه بأنه كان عبئا أراد أن يلقيه عن كاهله. نعم. هل ينطبق ذات الكلام عليك؟ إلى حد ما، لأنه هي سيرة حياة ولم تكن تعتمد على بالتأكيد على المذكرات، ولكن استعادة إلى الماضي، وكان هذا الماضي أريد أن كنت أقول شذرات منه هنا وهناك في جلسات مع الأصدقاء مع الغيرة، فالعديد منهم بما فيهم زوجتي أفراح وابني منصور ألحوا علي قالوا لي أنت دائما تتكلم كلام شفوي سجله، فقررت أنه فعلا أجلس وسجلته. والذي يلاحظ هناك في فكرة سائدة عني يمكن خاطئة أنني فقط سياسي، لا، أنا أعيش الحياة بأفاقها المفتوحة، ولذلك هنا تعاطي في كل تجارب في تجربتي الحياتية مع مختلف الأنشطة والاهتمامات، الفن، الموسيقى، الأفلام، الشعر، واللي يمكن بيقرأ في الكتاب سيقول يعني، ولست فقط في مهنة، أنا مهندس زراعي تخرجت من جامعة أمريكية، لكن كان عندي وأنا أدرس كنت أهتم باللغات، في الجامعة الأمريكية درست اللغة الفرنسية والألمانية، يعني مش كورسات أوكي، وأخذت كثير من الكورسات الاختيارية حول العلاقات الدولية مثلا. نعم. هذه يعني جوانب منها حاولت أن أسجلها في هذا الكتاب في ذاكرة الوطن. يعني البعض يقول أن السيرة الذاتية موضوع أقرب إلى الرواية، لكن ما الذي قد تضيفه، ما الذي قد تضيفه السيرة الذاتية غير المتعة، غير متعة القراءة بما أنها فيها هذا الجانب الواقعي؟ هي أيضا مشاهد من الحياة. نعم. أنا حاولت أن لا تكون ثقيلة فقط تقريرية، إنما حياة بأحيانا بمفارقاتها، وهم يتصورون أيضا المناضل بأنه حديد، هو إنسان معرض، يعني هو إنسان له نزواته، له، وحتى بعض الأحيان جاءوني قالوا لي أنت من أسرة معروفة متدينة، يعني فيها شوية بوح، هذا جزء، هذه هي حياتي. ولذلك أيضا فيها مشاهد، لو مشاهد أنا أحاول أن أوصف اللحظة والمكان والبشر في هذه المشاهد. أنتقل إليك عبد الله، يعني قبل الحديث عن كتابيك الأخيرين دعني أعود إلى كتاب سابق فراق بعده حتوف، كتاب شعر النثر، فراق كان للشعر وحتوف كان للقصة القصيرة، لما جمعت الموضوعين في إصدار واحد؟ يعني كان البوح يعني فائضا لدرجة أنه عليه أن يتوزع في فنين في إصدار واحد. يعني تقريبا هذه خامس أو سادس مرة أسأل هذا السؤال وإجابتي لن تتغير، أنه يعني فراق طبعا الجانب الشعري من كتب على إثر تجربة مأساوية معينة، وكنت أثناء كتابة هذه التجربة أكتب قصص يعني قبل ذلك وبعد ذلك، ثم رأيت أن الثيمتين متشابهتين، أن الفراق هو نوع من أنواع الحتف أو الموت، وأن الموت هو فراق أيضا لمن يحب المرء، فرأيت أن هذا التواشج الثيماتي بين الأمرين يجعلني أضعهما في كتاب واحد.
يعني في الوقت اللي كان ممكن طبعا ان فراق يخرج بشكل مستقل وفراق حتوف بشكل مستقل، ولكن ايضا النزعه فلنقل التجريبيه حتى. نعم. يعني انا يمكن من الحالات النادره اتصور يعني لا ادعي. نعم. انه اول واحد لهذا سولت خمس مرات عن نفس الموضوع. لانه كانك ايضا تقدم للقارئ زاويه جديده لقراءه النصوص، لا يقراها بصفتها فنا معينا انما موضوعا او ثيمة. نعم. تربطها. نعم، بحيث ان القارئ احيانا لما يقرا قصه في حتوف تذكره بنص شعري في فراق. نعم. انتقل اليك استاذ عبد النبي، انت في كتابك سجلت مشاهداتك اليوميه وسيره من حياتك، وجزء منها كان في عمان، وكنت تطلعني قبل بدايه البرنامج على نص شعري كنت قد كتبته. دعنا نلقي نظرة على النص، تستمع من لي. أيوة طبعا هذا القصيدة أو الشعر على إيقاع داني ودان، داني لدان، داني ودان، داني لدان. فيه فنان من ظفار أبو سلاسل اسمه اللقب ماله، فيقول لو يصير لي يوم أزورك يا ظفار واقطف الأزهار من تلك الغصون. فأنا كتبت يعني في حب عمان أيضا قصيدة، يعني اسمح لي أقرأها. فضل. أقرأ منها. فضل. تقول زارني المحبوب في عز المنام، هاجت الذكرى لأيام الزمان، يوم كان العز يشمق بك دوام من أقاصي الهند حتى زنجبار، والجبل الأخضر سمحان المرام، وعيون رزات فاضت للكرام، والبنات السمر كالرمح القوام، قد حوان كل المكارم والجمال، مسقط العز صور وصحار، وصلال المجد ضلكوت ومجان، يا عمان العز صيتك والمكان ينطق التاريخ بمجدك يا عمان. جميل جميل. داني انا الحين اسالك، يعني زيارتك ظفار كنت جئت مؤثرا، لكن ما الذي حملته معك؟ ما الذي تركه الأشخاص والمكان فيه؟ نعم، أنا عشت في عمان، أنا مهندس زراعي وذهبت وأيضا أنشأت مزرعة تجريبية وتدريب إلى آخر ذلك، بحيث أنا أعتقد الثلاثة أماكن تركت في والبشر اللي فيها أيضا، البحرين التي طبعا ولدت وعشت فيها وتركتها لفترة طويلة، وبيروت حيث درست في الجامعة الأمريكية وأعتبر أنه كل سنة يمكن تساوي 10، وظفار التي عشت فيها حياة كما أريدها. نعم. بدون أي قيود، ولذلك عندي حنين شديد إلى ظفار وعمان، بحيث أنه الآن في السنوات العشر الأخيرة صرت تقريبا، لأن الوشائج مع البشر مع المكان مع الذكريات، فأحرص أنه كل سنة أروح في الخريف وأجلس لي أسبوع، وأتمنى أن أقضي بقية حياتي في ظفار. أستاذ عبد الله، نعود إلى كتبك، بما أنه تحدث عن الأشخاص وأن الوشائج تكون مع البشر، كتابك قنديل بعيد عن الشمس عبارة عن شهادات في بعض الأصدقاء، أحياء وأموات. هو السؤال سيأتي بالمعكوس، لأنه يعني جرت العادة أن نكتب فقط عن الأموات، مع أنه مفترض نكتب عن الأحياء، لما قررت أن تكتب عن الأحياء أيضا وتضمنهم في كتابك هذا؟ هذا ثاني مرة أسأل، لأنه قبل ليلتين سليمان المعمري في الإذاعة سألني نفس السؤال. رحيل طبعا هو عن أشخاص، كما يتضح من العنوان، عن أشخاص رحلوا، ثم بعد نشر رحيل بدأ أصدقاء آخرون يرحلون أيضا، فكل ما رحل أحدهم أكتب عنه، وصار تراكم. يعني توفى سعيد سيف أبو أمل مثلا، كتب عنه مجموعة. بعدين كان علي أن أتخذ قرارا أن أي كتب سأصدر هذا العام، فاكتشفت أنه العدد، وهذه يعني بمكابر يقولوا بالإنجليزي، مكابر يعني شيء له علاقة بالمقبرة، يعني حتى في التشابه في الصور، بالمقبرة أو بالشناعة الموتية. فقلت أنه عدد الموتى لا يكفي لإصدار كتاب، يعني وأرجوك يا عزرائيل يعني لا تسمح لي أنشر جزء ثاني من رحيل. يعني فلذلك قلت ولماذا لا نحتفي بالأحياء؟ نحن في الثقافة العربية عندنا هذا الشيء دارج، يعني يذهب المرء
ثم نقول له انت والله كنت مهم. طب انا لما كنت معاكم على وجه بين ظهراني لماذا لا تشعروني لم تشعروني باني شخص مهم؟ فقلت اخلط بين الراحلين وبين الباقين والموجودين. على امل ان يبقونا لفتره طويله بيننا. على امل ان يبقونا لفتره طويله بيننا. وبالتاكيد الذين رحلوا لم يرحلوا ايضا. لا زالوا بيننا. صحيح. شكرا لك الكاتب والاديب عبد الله حبيب، شكرا لوجودك معنا استاذ عبد النبي العكري. سعيدين بوجودكم معنا وسعيدين بتواجدكم في معرض مسقط الدولي للكتاب وبوجودك في عمان، متواصلين معكم مشاهدينا والزميل محمد سعدون مع هذه الفقره من المعرض. اهلا دكتوره، وتحيه طيبه لكل مشاهدينا، اسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الاكارم اينما كنتم تشاهدون. مساءكم كتاب، مساءكم ورقه في سطورها الاخيره اليوم طبعا، وغدا هو اليوم الاخير الخامس من مارس اللي راح يسدل الستار على معرض مسقط الدولي للكتاب، ونحن بدورنا كنا معكم طيله فتره المعرض، نقلنا لكم على الهواء مباشره قدر الامكان كل تفاصيل معرض مسقط الدولي لهذه السنه، دور نشر من مختلف دول العالم، مشاركات جديده، فعاليات تقام على هامش هذا المعرض بشكل يومي، وايضا مجموعه كبيره من الاصدارات. من ضمن هذه الفعاليات اللي اقيمت اليوم في الساحه العاميه، الساحه الاماميه للمدخل الرئيسي، عرض مسرح الشارع كلمات للبيع، عرض يقدم لكل زوار المعرض قبل الدخول الى المعرض كلمات للبيع. ايضا انتهت بقاعه ابن دريد قراءه نقديه روايه الجوهره والقبطان، وتقام الان بقاعه ابن دريد ايضا ندوه تجربه المراه العمانيه في الكتابه والاخراج السينمائي، وايضا في قاعه العوتبي تحتضن في هذه اللحظات محاضره براءتهم حق. وبالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الإصدارات، هاجر المحفوظي توقع على إصدارين، جواهر القلب ولأنني عيناك، الصادر من الدار العربية للعلوم ناشرون، ربما هذه الدار من أكثر الأكثر طلبا عبر محرك البحث، الأستاذ جهاد الترباني وقع على كتابه 100 من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ، وفائزة العدوانية أنت السر، الكبير بلقيس المزروعية كبرت عقلا، الصادر عن دار بيت الغشام، طبعا بلقيس كانت معنا مع زميل محمد المهري، وأيضا مجموعة كبيرة من الإصدارات. كذا نعطيكم مجموعة من الخيارات لمشاهدينا للي حاب كذا يزور المعرض غدا، هي خيارات، وأيضا هناك الخيارات كثيرة ومتعددة، وأيضا عودناكم في كل وقفة ناخذ كاتب أو كاتبة أو شاعر عنده إصدار لهذه السنة. هذه المرة راح نقف مع ضيفة وكاتبة من الشباب العماني، ليلى العمري، ليلى بنت عيسى. مساء الخير يا ليلى. مساء النور، أهلا وسهلا بكم، سعيدة بتواجدي معكم هذا المساء. ليلى خلينا بداية نتحدث عن النسخة الأولى اللي هي الإصدار الأول، ليلى عيسى، مذكرات طالبة جامعية. نعم، اهلا وسهلا. اصداري الاول يتحدث عن مذكرات طالبة جامعية، وهي يوميات طالب ايجابي به رسائل ايجابية للطلاب، للحياة الايجابية، للعمل، به رسالة للعمل، للعطاء، للخير. طبعا كان هذا الاصدار الاول وانت كنت طالبة جامعية، اليوم ليلى خلاص بدأت يعني خلاص في سوق العمل، واصدارها الثاني اللي هو كتاب رسائل ليلى، نتحدث عن هذا الكتاب والحب العمل والتأمل. من نافذة غرفتي أرى ساحة سحر الفجر، صورة في منتهى الإبداع، فما أكثر أسرار الكون وما أصغر النافذة. نتحدث عن هذا الكتاب ليلى، رسائل. رسائل ليلى يحتوي على مجموعة من رسائل الإيجابية عن الفكر، عن الحياة، عن الحب بين الناس، عن العطاء، عن التأمل. لذلك قلت ما أصغر النافذة وما أكثر أسرار الكون، لأن الكون يحتاج إلى اكتشاف، فأنا أكتشف هذا الكون وأبحث في نفس الوقت عن ذاتي من خلال الكتابة. من
إذن هي مجموعة رسائل تقدم لأي فئة ليلى؟ هل للبنات فقط، لطالبات الجامعة؟ سؤال جميل. بالتأكيد لا، هي لم أحدد فئة معينة، هي رسائل للإنسان بشكل عام، رسائل للحياة، رسائل عن التسامح، عن العطاء، عن الإبحار في تأملاتنا في هذا الكون، في هذا الكوكب. مجموعة كبيرة، أنا أشوف كذا من الكلمات العاطفية الجميلة. خلينا نتحدث عن كيف شفت الإقبال لهذا الإصدار. نعم، الحمد لله هناك إقبال جميل من قبل القراء، وهناك أيضا تشجيع من قبل القارئ العماني للإصدارات، أو لنقل المنتج العماني الثقافي. هناك إقبال جميل نعم لنروج للمنتج العماني. نعم، لما لا فعلا. والجميل أنه في هذا المعرض تواجد شباب بدأوا في هذا الطريق. ليلى، بكل تأكيد أنت في بداياتك، وبداية جميلة، يعني رسائل ليلى وأيضا مذكرات جامعية، هناك إصدارات مميزة لك ليلى. خلينا نتحدث أو توجه دعوة، ربما هناك كاتبة أو طالبة جامعية تشاهد ليلى الآن وحابة تكتب، إيش هو الحافز اللي ممكن تبدأ وتكتب؟ لكل شخص موهبة معينة، أو لنقل لديه نقاط قوة في مجال معين، فليكتشف نقاط القوة وليبادر دون تردد في صقل هذه النقاط حتى يسير على الدرب الصحيح. ولذلك كتابي مذكرات طالبة كتبت في البداية أنه رسالتي هي للطلاب بشكل خاص، لفئة الطلاب، حتى يكتشفوا طريقهم ما بعد رحلة المدرسة، لأن هناك عالم كبير ينتظرهم بعد رحلة المدرسة. هناك رسائل ليلى الصادر عن دار سما للنشر والتوزيع، الكويت، كي 12. شكرا ليلى بنت عيسى، يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا لكم، وأتمنى لكم مساء جميل وقراءة ممتعة. شكرا ليلى. إذا ما زلنا مستمرين معكم أحبتي الأكارم في هذا العرس الثقافي، في هذه التظاهرة الثقافية، وبرنامج الفهرس متواصل معكم ساعة ونصف على الهواء مباشرة، نجول بين أروقة معرض مسقط الدولي للكتاب، والآن مباشرة بالصوت والصورة إلى الاستوديو مع الدكتورة. شكرا لك يا محمد، شكرا جزيلا. مشاهدينا، نعود معكم إلى الاستوديو. ضيفنا وقع كتابه الأخير، كان له كتابان صدرا قبل، قطار دائخ في الظلام والقادمون والمغادرون. كتابه الأخير أرجوك لا تمت، وقعه في معرض مسقط الدولي للكتاب، ضيفنا الكاتب والأديب وليد شعيلي. مرحبا بك معنا يا وليد. أهلا وسهلا أستاذة، شكرا على الاستضافة. نحن سنبدأ من كتابك الأخير أرجوك لا تمت، وهو عبارة عن كتاب رسائل، مراسلات، نعم، دارت بينك وبين الكاتب والأديب عبد الله حبيب الذي كان ضيفنا قبل قليل. اشرح لنا موضوع الكتاب، يعني سأترك الموضوع لك لتقدمه للمشاهدين. هو الكتاب عبارة عن رسائل، مراسلات إلكترونية تداولناها أنا وعبد الله حبيب، تبادلناها مع بعض سنة 2013 و2014. كنا نتكاتب هذه الرسائل، ثم أثناء المكاتبة لم نفكر بتاتا في نشرها، أنا شخصيا لم أفكر أبدا في نشرها، لكن رجعت يوما أراجعها فوجدتها كثيرة جدا، فلماذا لا نطلع عليها القراء مثلا؟ فاستشرت عبد الله حبيب فقال هو سمح لي يعني بنشرها، فنشرناها الآن في دار الانتشار العربي. في مقدمة الكتاب أظنك يعني ذكرت أن المراسلات جرت بينك وبين عبد الله حبيب في الفترة التي لم تلتقيا فيها، يعني نعم. كانت المعرفة عن طريق المراسلات فقط، عن طريق الإيميل، وكنتما تتراسلان لسنتين يعني متواصلتين، يعني رسائل تمتد لأوقات طويلة. يعني هذا الموضوع ملفت بحد ذاته قبل أن نصل إلى موضوع الرسائل. يعني كيف تبدأ صداقة على الإنترنت ويتحول الحديث فيها إلى حديث يعني مادة أدبية تخرج لاحقا؟ هي كانت تجربة جدا جميلة بالنسبة لي أنا شخصيا، ثم أنها تجربة مختلفة، يعني أن يتراسل شخصان لا يتعارفان مسبقا. أنا أعرفه عبد الله حبيب من خلال كتاباته فقط، وهي طبعا معرفة جيدة هذه وحميمة بالنسبة أن تعرف شخصا من خلال كتاباته،
لكن لم نتعرف شخصيا قبل ذلك. التقينا بعد هذه المراسلات بثلاثة أشهر فقط، لكن هذه المراسلات أنا بدأتها وكنت أقرأ عبد الله حبيب سابقا، رسلت له الرسالة الأولى بعد وفاة المرحوم الروائي العماني علي المعمري، بعد أن رثى عبد الله حبيب علي المعمري في برنامج المشهد الثقافي في الإذاعة، فتشجعت وبعثت الرسالة الأولى لعبد الله حبيب أشرح له أني أحبه وأحب كتاباته وكذا. فتوالت الرسائل من تلك اللحظة، وكانت مكاتبات ليلية معظمها يعني بين شخصين لا يتعارفان جيدا، لم يلتقيا شخصيا مسبقا، لكن في رسائله كان يبثك يعني مواضيع تهمه وتعنيه هو كشخص. نعم. برغم أن المعرفة كانت فقط عن طريق الإيميل. ما الموضوعات التي ذكرت في هذه الرسائل؟ أولا كوني كنت قارئ جيد لكتابات عبد الله حبيب، كنت أبعث له بما يتلائم مع نصوصه التي يكتبها، كنت أنبشه من خلال نصوصه مبدئيا، ثم تطورت هذه الرسائل أصبحت ودية بعضها، وبعضها حول مواضيع ثقافية في حينها نوعا ما، وبعض هذه الرسائل يعني تشمل مواضيع تخص عبد الله حبيب، تخص الحياة، الفلسفة، الدين، الفكر. طبعا أنا لم أنشر جميع الرسائل، نشرت فقط بعض هذه الرسائل. أي هذا يقودني إلى السؤال الأخير عن موضوع أنه في كتابة الرسائل، يعني ما الذي نختاره وما الذي نتركه، ثم الأمر الآخر بين التوهم والواقعية، هنالك من كتب أدب رسائل وقيل أنه توهم بعض هذه الموضوعات وكتبها للرد، الحرفية فيها أنك تنقلها بحرفيتها أم تغير فيها؟ أنا نقلت جميع الرسائل كما هي بيني وبين عبد الله حبيب، الذي نشرته هو ما يسمح به الوضع العام الرقابي والأخلاقي وكل شيء يعني في النهاية، ولم أنشر مثلا المتداولة باللغة المحلية مثلا، أو التي تحمل مواضيع قد لا تلائم القارئ وقد لا تثيره أصلا، تثيرنا نحن الاثنين بقوة وبشدة، لكن القارئ قد لا تثيره لأنه لا يعرف موقفها جيدا. الكاتب والأديب وليد الشايلي، شكرا لوجودك معنا، شكرا جزيلا. مشاهدينا لازلنا متواصلين معكم، وننتقل الآن إلى هذا التقرير عن معرض مسقط الدولي للكتاب، تقرير بعنوان معرض مسقط الدولي للكتاب ذاكرة لعشاق الكتب. كثيرة هي الأعوام التي جمعت الناس هنا وحدتهم على حب الكلمة، هذه التي ستظل خالدة في الكتاب وفي ذاكرة الإنسان، هي الرصيد الوحيد للغة البشر، مخزونهم المعرفي، بها يفكرون ويحيون ويعيشون. من هذا المكان ستبقى للإنسان هنا ذكرى وذكريات، طبيعة الأشياء تتغير وتتبدل، ترحل أجزاء الأمكنة وتفاصيلها من موقع إلى آخر لتحل في مكان جديد مغاير ومختلف ليناسب والتطورات التي تشهدها السلطنة في العديد من مباني مؤسساتها. لعلنا لن نلتقي بعد عامنا هذا في نفس المكان، المكان الذي أحببناه بما فيه من لقاءات سنوية تتجدد وتتبدل مع رفيقنا وصديقنا الكتاب. لأجله نلتقي كل يوم نسأل عنه هنا وحده رفيق الانتظار، لنأخذه معنا من هنا من مركز عمان الدولي للمعارض، حيث يقام سنويا معرض للكتاب. سننتقل إلى موقع جديد آخر، إن كتب للموقع الجديد جاهزية تناسب جماليات هذا الجمع الطيب مع رفيق الدرب والإنسان، الكتاب الذي رافق الإنسان بالكلمة باعتبارها نجمة يتبعها العقل والفكر ويسير عليها ويهتدي بجمالها. We'll be right back.
نصل الآن إلى فقرة نصوص التي عودناكم عليها في كل حلقة، حيث نستضيف أحد الكتاب ليقرأ علينا نصا من كتاباته. شكرا دكتورة. أعزائي المشاهدين، مثل ما ذكرت الدكتورة مية، أكيد اليوم في فقرة نصوص ضيفنا هو هكذا بنكهة الشعر والمفردة والبلاغة العربية، ضيفي هو الشاعر أحمد بن هلال العبري. هذا الشاعر الذي يحتفي الآن بالدولاب، وهو أيضا الإصدار الخامس. كان له إصدارات طبعا أربعة، بداية من هنا مروا، ثم عباءات الفراغ، ثم لحاجة في نفس أحمد، ثم السواق. كل هذه الرباعية التي كانت أراد أن يضمها هكذا ويحتويها هذا الدولاب. مساء الخير سيد أحمد. مساء النور، الفخر والعزة يا أخي الكريم، وشكرا لك لهذا اللقاء الطيب. حياك الله سيد أحمد. حبينا فقط أن نوع أننا متواجدين في دار المكتبي، وهذه الدار تعنى بهذه القيمة للأطفال وهذه الكتب المتعلقة بالنواحي الأخلاقية التربوية للأسرة والمجتمع. سيد أحمد، أربع إصدارات ثم أردت أن تنظمها هكذا في دولاب، حدثني عن بدايات ما قبل العشرين. أنت قبل 20 سنة الآن أكملت وأنت تكتب هذا الشعر وهذه القافية. نعم، الحقيقة البدايات منذ بداية دراستي في الجامعة وفي جماعة الخليل الأدب في الجامعة، وهي جماعة أدبية شعرية وفي القصة والرواية، فهناك كانت البداية الحقيقية في جماعة الخليل، ولقيت قصيدة حفل التخرج في الجامعة في ذلك العام في عام 1996. ثم توالت بعد ذلك المشاركات في السنوات العشرين، وتخللتها إصدار هذه المجموعات التي أشرت إليها. إصدار سواقي هو إصدار صوتي وليس كتابي حتى أكون واضحا، وأيضا الدولاب الذي نتحدث عنه اليوم وهو هذا الذي بين يدينا، هذا ليس فيه نصوص سابقة، لا، نصوص جديدة، ولكن ما تشير إليه وهو مجموع ما كتبت لم يصدر إلى الآن. فنحن لازلنا الآن نصدر مجموعات، وفي المستقبل نجمعها في ديوان واحد. جميل أيضا أنه ديوان السواقي هو ديوان صوتي، وكأنه هذا الخرير أيضا لهذه السواقي من المياه، ولكن يعني ربما هذه الترجمة لهذا الخرير والسواقي العمانية في المزرعة العمانية، أردت أن يكون لها نظما، يعني نظما من القصيد. أستاذ أحمد، بما أنه ذكرت السواقي نسمع شيء. نعم، نسمع قصيدة كمثل بلادك لا لن تجد. كمثل بلادك لا لن تجد، فكن يا أخي حيث كنت المجد، فإن السماء إذا أمطرت سيزرع كل فتى مجتهد، وإن التراب الذي تحتنا هو التاج فافخر بتاج البلد، وإن التراب الذي تحتنا هو التاج فافخر بتاج البلد، فكن بانيا فوق مجد عريق، وكن مبدعا مجدك المستجد، لتعلي ما شاده السابقون، وتحمي بروحك آثار جد. كمثل بلادك لا لن تجد، فكن بالعطاءات في الناس مد، وشيد به كل يوم قصورا بحبك ما بيننا تعتمد، بلادك بين الورى مسجد، وكن مؤمنا في ثراها سجد، وسبح برب النعيم الذي بتسبيحه زاد فينا المدد. كمثل بلادك لا لن تجد، فأيقظ بها خاملا قد رقد، ومن في يديه كنوز عظام بهميانه صان ما قد وجد، ويسكنها في فؤاد المحب لتزداد في قدرها للأبد، ويكتب في دفتر الخالدين كمثل بلادي لا لن أجد. أكيد كمثل بلادي لا لن أجد، ولكننا أيضا بما أنه المسألة فيها دولاب سيد أحمد، نعم، نريد شيء من الدولاب أيضا، يعني ما تعذرنا من قصيدة أخرى. نعم، دعنا نبحث عن قصيدة نوجهها لخديجة عمان، إلى المرأة العمانية. هذه قصيدة أقول: كوني خديجة منها الشام واليمن، ترجو العطاء وما ترضينه الثمن، وللأمانة في حواء مدرسة، ومن كمثلك يا حواء يؤتمن، إن قلت من قلبك الوضاء ملحمة للحب صدق ما تروينه الزمن، وإن فتحت من الأبواب منغلقا تفتحت في عيون المهتدي مدن. طبعا هذه رسالة المرأة العمانية بيدها وساعدها الذي يساعد هكذا أكيد في هذا البناء والتنمية. شكرا أستاذ أحمد، أتمنى لك كل التوفيق، ونتمنى أن نلتقي أيضا في معرض مسقط الدولي في دورته 22 إن شاء الله. شكرا لك، نحيي حقيقة كل الأخوة الإعلاميين وأنتم في المقدمة على ما تبذلونه لإيصال رسالة الكتاب ورسالة المعرض لكل عماني، والإعلام له دور مهم في هذا الجانب، والتحية لكل المشاركين. شكرا أستاذ أحمد، أحسنتم، بارك الله.
هكذا إذا كان هناك تحية فهي تحية للزوار، زوار هذا المعرض، وتحية لهذه الأنام التي تكتب، وتحية لكل من أخذ كتاب يقرأه في بيته على أولاده، وتحية أيضا لكل هذه الدور النشر 650 دور نشر، وتحية للدول التي شاركت، 27 دولة شاركت هنا في معرض الكتاب هنا في مسقط. أعزائي المشاهدين، لازلنا معكم في الفهرس، سنقلب هذه الصفحة قبل الأخيرة، تابعونا في الفهرس في هذا المساء من المساءات مسقط وعمان تقرأ. شكرا لك يا محمد، شكرا لك، ولازلنا مع الشعر، وننتقل الآن إلى ضيفنا في الاستوديو الشاعر والناقد نصر سامي. مرحبا بك معنا أستاذ نصر. مرحبا بك وشكرا على هذه الفرصة الطيبة. أستاذ نصر، أنا أعرف أنك شاعر، لكن قبل أن ننتقل إلى موضوعاتك الشعرية دعنا نتحدث عن المجلة العلمية التي أسستها، مجلة شاعر، وهي مجلة محكمة في النصوص الشعرية والمقالات حولها. مثل هذه الكتب عادة توصف بأنها كتب نخبوية جدا ومجالها محدد، قراؤها محددون، وشهدنا أحيانا بعض حالات لم تنجح في الاستمرار، يعني استمرت لفترة ثم تراجعت بسبب الدعم، بسبب الإقبال، أو بسبب أحيانا كذلك وجود من يكتب فيها، توفر من يكتب فيها. الشعر هو تجربة ثقافية بدأتها في تونس من 3 سنوات، أصدرنا لحد الآن 6 أعداد، العدد الأخير 450 صفحة، وفي 67 كاتب من العالم العربي. تجربة بدأت تجد صدى لها في العالم العربي، ولكن فيها كثير من الصعوبات في الحقيقة. لماذا؟ لأن هذا الكتاب غير مدعوم من أحد، ونحن نصدره بتمويلات خاصة وبمبادرات فردية، والآن أصبح يجد له مناصرين كثيرين في العالم العربي، رغم أن عدديه الأخيرين اللذين طبع في سوريا أشعر أن التوزيع ليس جيدا، ولكن مع ذلك هي تجربة مغرية تحقق لنا أشياء لا نستطيع تحقيقها في كتب، خاصة أن تجتمع مع أفراد من العالم العربي حول المشروع أو حول الفكرة، وهؤلاء مثلا جيل الباحثين بين مرحلة الماجستير والدكتوراه لا يجدون مكانهم في المجلات المحكمة. نعم، لأنها ترفض بحوثهم في الغالب. نعم صحيح. وأيضا هذه المجلات الراسخة لديها مقاييس شديدة الصعوبة. نعم. فنحن نتوجه إلى هذه الشريحة، يعني الباحثين الصغار، يعني مشروع مشروع الباحثين بعد مرحلة الماجستير. نعم. وقبل الدكتوراه أو الحاصلين على الدكتوراه من غير الراسخين. نعم. وكذلك نتعامل مع الكتاب العرب في المجالات كلها، هؤلاء الكتاب المشهورون في بلادهم ولكن غير مشهورين في بلدان أخرى. مثلا نعطيك مثال من سلطنة عمان، محمد قرطاس. نعم. وهو شاعر مهم. نعم. في رأيي، وقد كتبت عنه وقدمته، ولكن مثلا في تونس وفي بعض البلدان العربية قد لا يكون مثلا معروفا، ولكن هذه التجربة تهتم به وتهتم أيضا بتجارب تونسية راسخة وممتازة، ولكنها مثلا في سلطنة عمان مجهولة أو لا يعرفها أحد. إذن هذا الكتاب في الحقيقة له أهداف كثيرة حققنا بعضها، أحيانا كثيرة يأتيني الكثير من التردد، هل أواصل وهل سأستطيع المواصلة، ولكن كل مرة نصنع عددا أفضل. طيب، رغم مناصري المجلة، ألم يكن ذلك كافيا لاجتذاب من يدعمها؟ الدعم، هناك دعم المؤسساتي، رفضنا بعض المقترحات. نعم. التي تريد أن تجعلنا صوتا لها، لأن نريد أن نحافظ على مساحة من الاستقلال. نعم. نعم. الآن فيها لجنة تحكيم 4 أساتذة جامعيين من 4 دول عربية، وهؤلاء 4 أساتذة لا ينالون منا مقابل مادي لتحكيم الشاعر. نعم. وجميع من يعمل في الشاعر لا يتقاضى ماله. إذن المطبعة تصدر هذا الكتاب وتوزعه دون أن ندفع لها شيئا. نعم. هذا يحدث، بعض الناس ربما يتساءل كيف، ولكنه يحدث على كل حال. كيف تسوقون الكتاب؟ كيف يعرف الباحثون عن الموضوع؟ الكتاب موجود في صيغة إلكترونية. نعم. وله موقع يتوفر فيه الكتاب في صيغة PDF،
وشخصيا بما أني معناها مسؤول على العدد، صفحتي في الفيسبوك أيضا ناشطة جدا وتجتذب الكثير من الكتاب، وتعلمين أن كل من ينشر معنا يصبح في الفريق، وبالتالي يستخدم حساباته على يصبح هو أيضا ضمن الفريق الناشط والعامل، وتكونت صداقات عميقة جدا وراء هذه الفكرة التي الآن وصلت إلى عددها السادس، يعني لم تعد جديدة أو نعم. أو يعني نعم. ناشئة نعم. ننتقل إلى موضوع آخر، ننتقل إليك شاعرا بعيدا عن موضوع النقد والكتابة أو قريبا منه إلى حد ما، لأنه يعني كونك تكتب في الشعر وتكتب أيضا مقالات نقدية، الشاعر والناقد أيهما يدل الآخر، أيهما يؤثر في الآخر أكثر؟ يعني أنا حينما أتحدث عن نفسي أقول أنني أكتب نصا واحدا الذي هو الشعر في الحقيقة، الباقي هو تنويع على الشعر، لأن في الحديقة يهتم الإنسان بالزهرة، ولكن الزهرة ينسى ربما الإنسان أنها تأتي من النبتة، والنبتة تأتي من التربة، والتربة من الماء، ففي الحقيقة أن جميع ما أشتغل فيه في نهاية الأمر هو الكلام، وأعتقد أشعر بأنني أكثر ميلا للشعر. الناقد مهم أيضا لأنه يحد قليلا من جموح الشعر، وأحيانا الناقد يعطي للشاعر وسائل العمل. هل يجب أن يحد من جموح الشعر؟ ربما على الشاعر أن ينطلق أحيانا، يعني هذا الشعور الحقيقي أنه هذا أنني كشاعر أشعر أنني مثلا أحب أن أمزج بين نمطين كتابيين مثلا، أريد أن أفر من تفعيلة، أن أكسر كذا، أن أثور على كذا، فذلك الناقد ينهض ويقول لي لا تفعل ذلك، افعل شيئا آخر. أيضا أريد أن أكون كشاعر مباشرا، فالناقد يقول لي لماذا لا تستعمل استعارة كذا أو لا تستعمل أسطورة كذا، فهذا مهم جدا في العلاقة، في التعالق بين ما هو شعري وما هو نقدي، ينبت نص مختلف، نص جيد، نص ذو مقروئية، ومن حظي السعيد أن الكثير من الناس يحبون ذلك، يحبون الشعر. الله يحفظك. ما رأيك إذا نعطيهم شيئا يحبونه؟ لأن نعم. لك نصا في مجلة الشعر. أقرأ من كتاب الشاعر نصا بعنوان 11 أغنية لشجيرة البرقوق، سأقرأ منها المقطع الأخير. أحب يا صديقتي في صوتك البلاد، أحب فيك أرضها الخضراء وما يمور في وجدانها من أنهر الرماد والسواد، حتى السواد أحبه بها، لأن في ظلامه البلاد، حتى الرماد في بلادنا أحبه، حتى السواد أستطيبه، حتى الحريق في بيادر الحصاد، جميع ما أحب فيك من بلادنا، جميع ما لديك من بلادنا، وأنت ها هنا معي، أورقت أمس مثل نجمة بباب غرفة الجلوس، ملأت أحرف الرؤى بالضوء من غيماتك البيضاء، رأيتني وليس بي إغفاءة الكرى، كأنني أطير من عليتي، أبعد الرماد عن أصابعي وأمسك الهواء، وها أنا أطير نحوك، أطير نحو صوتك المزروع في مفاصل الضياء، وحين تبسمين لي تصير كل خفقة سماء. جميل، رائع، جميل فعلا. إذا نترك الشعر قليلا، وإلا سيأخذنا الوقت لنقرأ نصوص أخرى وننسى أي شيء آخر. نعم. ونعود إلى الحديث عن التجارب الإبداعية ورأيك فيها، بما أنك تعاملت مع عدد من كتاب العمانيين، كتبت عنهم وكتبت مقدمات في كتبهم. نعم. واطلعت على تجاربهم عن قرب، يعني مجملا هكذا ما الذي يمكن أن تقوله عن تجارب الإبداعية؟ الآن بعد سنتين أو سنتين ونصف من وجودي في صلالة وفي سلطنة عمان عموما، اطلعت على عديد التجارب. لا أريد أن أتحدث عن الثقافة العمانية كلها لأني ربما لا أعرفها كلها، ولكنني مطلع على بعض الأسماء، وأعتقد أن هناك بعض الشعراء تجاربهم مهمة جدا، فمثلا أحدثك عن ثلاث شعراء على الأقل: محمد قرطاس باللغة العربية، وأحمد محمد المعشني
في تجربته بلهجتكم، وأحمد الجحفلي قدمت لهما الكتابين. أيضا الدكتور في الحكايات الشعبية الدكتور محمد المهري. أعطي أمثلة لكي أكون دقيقا، هذه الكتب كتب مهمة وكتب فيها تجارب متقدمة وفيها وعي كتابي عميق في رأيي، وأنا أتحاور معهم في الحقيقة ونتبادل الأفكار وأستفيد منهم في حاجات ويستفيدون مني في حاجات أخرى. والثقافة العمانية في الحقيقة يعني تتطلب وقت كثير للاطلاع ولمعرفتها. نعم، إنما هذه ملاحظاتك من الكتب أو الأدباء الذين تعاملت معهم واطلعت على تجربتهم. أنا قبل أن أختم لقائي هذا يعني أود أن أسألك سؤال وأتمنى أن تجيبني عليه في عجالة. أي. يعني ذكرت أن هنالك ومن الذين تقدمهم المجلة شعراء غير معروفين رغم أنهم مهمين، غير معروفين على المستوى المحلي، برأيك ما سبب هذا يعني غيابهم عن الساحة؟ عن سأتحدث عن نفسي. أنا جئت إلى سلطنة عمان ولدي 9 كتب شعرية. حينما وصلت إلى سلطنة عمان لا يعرفني أحد. قابلت شعراء صلالة اللي هم 5 أو 6 أو 7 أو أكثر ولا أحد يعرف عني شيئا. أعطيك اسمين آخرين من الثقافة التونسية. حافظ محفوظ اللي هو أحد أهم التجارب الشعرية العربية، وعادل معيزي الذي هو صوت متفرد في الشعر التونسي لا يكاد يكون مجهولا في العالم العربي. هناك شعراء نشرت لهم في الشعر من سوريا ومن مصر، ولدي هنا 16 شاعرا وكاتبا من السودان أقول لك لا يعرفهم أحد. هذه مشكلة حقيقية في الثقافة العربية لها عديد الأسباب، أهم أسبابها غياب الدعم، عدم وصول الكتاب في الدول العربية ومروره بسهولة، ثم هناك أسباب أخرى هي العلاقات وغيرها، وربما هذا الموضوع يعني يتسع يحتاج إلى تفاصيل كثيرا. شكرا لك، شكرا أستاذ نصر، شكرا على وجودك معنا. مشاهدينا لازلنا متواصلين معكم، ونصل الآن إلى فقرة المسابقة مع الزميل محمد سعدون. بك محمد. شكرا دكتورة، حياكم الله مشاهدينا الكرام. تحية لكل من انضم لمشاهدة برنامج الفهرس اليوم 4 مارس، غدا 5، واليوم الختامي لمعرض مسقط الدولي للكتاب. ونحن الآن وصلنا إلى فقرة المسابقة، مسابقة البرنامج. نقدم الموسوعة العمانية لزوار معرض مسقط الدولي 3 نسخ على الهواء مباشرة، وأخرى عبر الرسائل النصية القصيرة. وكالعادة أسئلتنا بسيطة وسهلة، بحيث أنه تصل الموسوعة العمانية لكل بيت في سلطنة عمان. أي واحد تفضلوا، واحد منكم. إذا في نفس الوقت نأخذ كذا انطباعاتهم عن المعرض وعن هذه التظاهرة الثقافية. مساء الخير، تعرف عليكم من وين؟ مساء النور، حمود بن محمد البوسعيدي. حمود، بداية خلينا نأخذ كذا رأيك عن هذه التظاهرة الثقافية. طبعا لا شك أن التظاهرة الثقافية، تظاهرة المعرض مسقط الدولي للكتاب، تظاهرة ممتازة رائعة جدا، وهي من التظاهرات التي تنمي الجوانب الثقافية لدى القراء. طبعا غدا اليوم الختامي لهذا المعرض. خلينا نسألك سؤالك، يقول يا أستاذي، أديب عماني راحل من أشهر إصداراته ملائكة الجبل الأخضر. أديب عماني راحل من أشهر ابتسمت أنت من أشهر إصداراته ملائكة الجبل الأخضر، هل هو عبد الله الخليلي أو عبد الله الطائي؟ طبعا هو الأديب المعروف عبد الله الطائي، وهو أديب معروف، ولد في عام 1924 بمدينة مسقط، تلقى تعليمه في المدرسة السعيدية، ثم بعد ذلك سافر إلى العراق مبتعثا، وتنقل بين البحرين وباكستان، وعاد لتوفي في أبوظبي، ودفن في مسقط عام 1973. ما شاء الله، يعني أعطيتنا المعلومات الكاملة للجواب الصحيح، لم تكتفي بالإجابة فقط بل أضفت للإجابة معلومات قد يستفيد منها المشاهد الكريم. فعلا هو عبد الله الطائي، أديب عماني راحل من أشهر إصداراته ملائكة الجبل الأخضر. مبروك لك الموسوعة العمانية. يبارك في حياتك، شكرا جزيلا لك. شكرا. إذا ضيف آخر وسؤال آخر وموسوعة عمانية أخرى، تفضل.
مساء الخير ونتعرف عليكم من وين؟ مساء النور، من عبري، احمد بن سيف بن سعيد الشندولي من ولايه عبري. احمد يا مرحبا. احمد، خلينا اول شيء نفس نتعرف كذا على العناوين، هذه التظاهره الثقافيه، معرض مسقط الدولي للكتاب، العناوين اللي اخذتها او اللي ممكن تاخذها بكره، ممكن اليوم نقول اليوم جوله استطلاعيه وبكره تاخذ عناوين معينه، ايش هي رايك عن هذا المعرض؟ والله معرض رائع بمعنى الكلمه، خاصه انه هذا السنه ما شاء الله شاهد دور نشر كثيره، يمكن تكون اكثر من السنه الماضيه، ودائما في تطور هاي المعرض، وبالنسبه لكتب ثقافيه اجتماعيه، كتب قصص اطفال، كتب دينيه، الحمد لله كل حاجه متوفره في المعرض وبمحرك سهل، يعني ممكن توصل له في اي لحظه، ممكن تسال الجماعه هنا ما مقصرين جزاهم الله خير، تسالهم عن اي حاجه او تروح لمحرك البحث تحصل كتاب في دور النشر اللي انت تريده بكل سهوله ويسر. فعلا هذه السنه والسنوات اللي قبل كانت اضافات مميزه اللي هو محرك البحث، وايضا الفهرس المتحرك، ياخذ كذا الواحد معلومه وموقع الكتاب وموقع الاصدار. بما انك من عبري فسبحان الله كأنك محظوظ، منطقة أثرية، سؤالك أقول منطقة أثرية مهمة في محافظة ظفار، هي من المناطق المهمة طبعا، هل هي منطقة سمهرم أو منطقة بات؟ عاد أنت من عبري خلاص. بالنسبة لمنطقة بات هي طبعا في محافظة الظاهرة ولاية عبري، فأكيد أنه بيكون الجواب الثاني اللي هو منطقة سمهرم في محافظة ظفار. منطقة سمهرم فعلا هو الجواب الصحيح، ومبروك لك الجائزة. شكرا لك. بارك فيك، شاكرين لك أخ محمد، جزاكم الله خير، أحسنتم، حياكم الله. شكرا لك، شكرا لضيوفي في هذه المسابقة، كما تعودنا نقدم لهم موسوعتين عمانيتين وأخرى مع محمد المهري، وأيضا غدا حلقتنا الأخيرة بإذن الله نقدم أيضا موسوعة عمانية نجول بين أروقة معرض مسقط الدولي للكتاب عبر برنامج الفهرس، والفهرس مستمر معكم حتى العاشرة، فابقوا معنا. مشاهدينا، مبادرة صوتي حياة هي إحدى المبادرات الشبابية التي تعنى بالقراءة. للحديث عن هذه المبادرة معنا في الاستوديو اليوم أحمد النقبي، رئيس الفريق المشكل في إدارة هذه المبادرة. مرحبا بك معنا يا أحمد. أهلا بكم. يا أهلا وسهلا فيك. معنا كذلك محمد الذهلي، رئيس العلاقات العامة. حياكم الله أستاذ. أنتم فريق منظم جدا، لديكم يعني جهاز كامل لإدارة المبادرة. نبدأ معك أحمد للحديث عن موضوع المبادرة هذه. هنالك العديد من المبادرات التي بدأت تظهر على الساحة والتي أيضا تهتم بموضوع القراءة. نعم. ما الذي يميز صوتي حياة؟ صوتي حياة يميز الصوت من البداية، وأيضا يميز أن يهتم بالمكفوف، الاعتناء بالمكفوف. الحمد لله بدأ العمل منذ عام 2013 كرسالة للمكفوف بشكل أساسي، ولكن تطور إلى المجتمع الذي يحتاج إلى الكتاب، يحتاج الكتاب كمعلم كمربي، يحتاج الكتاب أيضا كاستغلال للوقت في مسألة الصوت. نعم، دعنا نبدأ من البداية لنشرح الفكرة للمشاهدين. أنتم تشتغلون على تحويل كتب. نعم. مقروءة، كتب يعني ورق نصية. نعم. إلى مواد سمعية. سمعية. في البداية كنتم تقدمونها فقط لفئة المكفوفين على اعتبار أنهم لا يستطيعون قراءة هذه الكتب وبإمكانهم الاستماع إليها. بالفعل. كيف توسعت الفكرة لتكون أيضا لأشخاص آخرين؟ نعم. غير فئة المكفوفين. نعم. لما هل هنالك اهتمام بهذه؟ بالتأكيد. إقبال على هذه النوعية من الكتب. هو يعني الفكرة التي جعلت منا نوسع العمل هو المجتمع، اهتمام المجتمع بهذه المادة الصوتية كانت للمكفوف، بعد ذلك المجتمع رغب بنفسه
أن تكون هذه الفكرة لهم أيضا. وبالتالي توسعت تدريجيا، اليوم ندشن 4 كتب من ضمن قائمة من 12 كتابا. فبالتالي إقبال المجتمع، مساهمة المجتمع معنويا ودعما وتقييما وصلت إليه بشكل جيد. أنتقل لك محمد، هذه الكتب كيف يتم اختيارها؟ على أي أساس تختارون الكتب؟ هل في موضوعات محددة؟ احنا معنا في الفريق بداية لجنة خاصة لاختيار هذه الكتب واقتنائها، زائد أن مشاركتنا في معرض الكتاب ووجود الفهرس المتحرك الآن اللي يوضح لنا أكثر الكتب اقتناء، أكثر الكتب شراء، أكثر الكتب التي تم السؤال عنها. من هذه الناحية نحن نأخذ هذا الكتاب، نبحث فيه، نرى إقبال الجمهور عليه بشكل كبير، يكون هو الأكثر انتشارا في المجتمع العربي. يعني الطلب على الكتاب وانتشاره يجعله مؤهل للتحويل إلى مادة صوتية. بالضبط. في كافة المواضيع؟ في كافة المواضيع. احنا بدأنا بالمواضيع عن يعني اللي هي تكون أكثر سلسة مع الجمهور، مع نفس الجمهور، مع التحدث عن الذات، مع التحكم بالنفس، هكذا الأمور. جميل. يعني السؤال يتعلق بالمادة التي طرحها أحمد، محمد، هل كل الكتب قابلة لتحويلها لمادة سمعية؟ نحن لنا تقييمات كثيرة، من ضمنها الجمهور، من ضمنها مثل ما قال محمد أكثر الكتب بحثا، أكثر الكتب انتشارا. لكن إضافة إلى ذلك عندنا مجموعة من القراء أيضا، يعني لديهم هوس في القراءة، يقرؤون هذه الكتب، يعرفون ما هي القيم التي سنستطيع أن نوصلها أيضا للمجتمع بصوتنا. وبالتالي نحن ننقل أيضا الرسالة الجيدة، ليست فقط الرسالة المنتشرة. القراء عفوا يعني جمهور الناس، هل تستقبلون؟ لا، عندنا في الفريق 50 شخص موزعين في أصوات، في قراء منهم وهم أعضاء في الفريق يعني، ولديهم مهام أخرى أيضا يقومون بها. ألا تستقبلون مثلا اقتراحات من الناس؟ نعم، في تويتر وإنستغرام وغيرها نستقبل أيضا اقتراحات التي تصلنا، وأيضا دكاترة عندنا في الجامعة يزودون أيضا بالكتب المفيدة والمميزة أيضا. طيب محمد، يعني بالنسبة لقراءة هذه الكتب، هل وجدتم صعوبة في اختيار أشخاص يعني يقرؤونها بشكل جيد؟ يعني أظن القراءة يعني بشكل توصل للناس ليست أمرا سهلا يعني. نعم. فهل يتوفر لديكم هؤلاء القارئين؟ هل هم متطوعين؟ هل تضطرون؟ هم متطوعين، لكن نحن لدينا أيضا بعض المعايير التي ننتقي بها الصوت كما ننتقي الكتاب. ننتقي الصوت ذا الخامة الجيدة الذي لديه أيضا لغة جيدة، وبالتالي عندما نسجل لا تكون هناك صعوبات في مسألة القراءة، في مخارج الحروف، في النحو وغيره من ذلك الأمور. هؤلاء القراء توزعونهم على موضوعات، يعني في قراء في قارئين لموضوعات معينة وقارئين؟ بالتأكيد. خامات صوت مختلفة. نعم. في خامات روائية نوعا ما. في خامات تحتاج السرعة. نعم. وفي خامات نسائية أيضا، وبالتالي نوزع هذه الخامات بحسب الكتاب الذي نتناوله. تتعاملون مع كتب للأطفال؟ أكيد، بالتأكيد. أيضا في أيضا خامات مناسبة للأطفال، يمكن الآن نحن نسجل بعض السلاسل التي ستكون تتصدر في معارض الكتاب القادمة بعون الله. هل تتعاونون مع مؤسسات معينة توزعون عن طريقها مثلا، أو مسألة التوزيع فقط؟ التوزيع أو غير التوزيع؟ الدعم والله الحمد لله، يعني منذ البداية كان في مؤسسات ساعدتنا، الآن مؤسسة وشركة سولو ميديا تساعدنا في مسألة التسجيل أيضا، استوديو خاص. لا أقصد مؤسسات رسمية. الرسمية. نعم. أو يعني بما أنكم تتعاملوا مع فئة المكفوفين، هنالك جهات يعني في البلد. جمعية النور للمكفوفين ساعدتنا، وأيضا في الجامعة أيضا كمؤسسة في مكفوفين يرغبون أيضا ويستمعون ويقيمون الأعمال قبل صدورها أيضا، هل مفيدة لهم أم لا؟ نعم. هكذا. نعم. أعود إليك أحمد، دعني ننقل إليه الميكروفون مرارك. محمد، أعود إليك، تحدثنا عن الكتب الأخيرة التي قمتم بإصدارها، أنتم الآن تدشنون 4 كتب. نعم، إحنا في كل معرض نعرض 4 أو 5 كتب بالكثير. ليش؟ لكي يأخذ الكتاب حقه. نعم. من ناحية الاستفادة وغيرها. أيضا أضيف على النقطة لما ذكرت أنت وأحمد موضوع الأصوات وغيرها، أنت لما تستمعي لهذا الكتاب كأنك تستمعي يعني تشاهدي مسلسل كرتوني ولكن دون صورة، فهم يمثلوا هذا الشيء، وهي رسالة
أوضحها دائما في كل لقاء، أكرر أن فريق صوتي حياة لا يدعو لعدم القراءة، وإنما فريق صوتي حياة يحث على القراءة بشكل مختلف ويجد طريق آخر لمن لا يستطيع هذه القراءة. لأنه في ناس تسألنا هل يعقل أن هذا الكلام الذي سمعته الآن هو جوف كتاب؟ أقول له نعم هو جوف كتاب، وأنت فوتت على نفسك فرصة قراءة هذا الكتاب، فهو يتعلم القراءة ويبادر بأن يقرأ ويقرأ ويقرأ. كتبنا الأخيرة هي بالإضافة أنه بإمكانك الآن الاستماع للكتاب في أي وقت، يعني مثلا بالضبط. وأنت في السيارة بإمكانك أن تستمع إليه، يعني بالضبط. يعني أنت تقرأ وأنت تقود السيارة بالضبط. إحنا نخذ مسافات طويلة في الطريق، بإمكاننا أن نستمع لأشياء مفيدة يعني من كتاب وغيره، وهو في الخارج أساسا موضوع منتشر، يعني ليس جديدا، يعني أقصد خارج بالضبط. السلطنة يعني مادة مستخدمة، لأن هنالك من يفضل الاستماع عوضا عن نعم، في ناس سمعيين، في ناس بصريين، في ناس حسيين، احنا نحاول يعني نجذب انها هؤلاء الفئات الثلاث. كتبنا الأخيرة عندنا كتاب كخيا بابا، سجلناه للكاتب السعودي عبد الله المغلوث، وهو ينتقد أمور وظواهر اجتماعية بشكل راقي جدا مع التصحيح. أيضا لدينا كتاب زنزانة للدكتور سلمان العودة، وكتاب زنزانة كتاب معروف ومن أكثر الكتب اقتناء العام الماضي من معارض الكتاب. كما لدينا كتاب كيف أصبحوا عظماء، ومن عنوان الكتاب تجدين أنه هو عبارة عن سرد لقصص عظماء، يعني from zero to hero، من بدايتهم إلى أن وصلوا إليه. وعدنا أيضا مرايا، هي مجموعة شعرية جميلة للأستاذ ياسر الهاشمي، سجلها بصوت الجميل لشعراء عمانيين، وهذه حاجة دخيلة جديدة على الفريق. بما أن وصلنا للشعر مسجل صوتيا، قبل أن نختم لقاءنا هذا نعرف أنك مرشد، ما رأيك أن تعطينا يعني ولو 3-4 أبيات شعرية؟ هذه إشاعة من الأستاذ محمد المهري. حياكم الله. يا وطن كلنا نحبك، يا وطن يا وطن غالي علينا، ترخص الأرواح لاجلك يا وطن، يلي من نبعك روينا. افتخر يا عماني بصلك افتخر، شاد بأخلاقك نبينا، سطر الأجداد عهدك افتخر، يا معان مجدك قرينا. افتخر يا عماني بصلك افتخر، شاد بأخلاقك نبينا، سطر الأجداد عهدك افتخر، يا معن مجدك قرينا. كلنا يا عماني جندك انت بس امرينا، نفتدي كل شبر برضك ونرفع الرايا بدينا. يا وطن كلنا نحبك يا وطن. جميل، شكرا لك محمد. شكرا موصول لكم استاذ على هذه الفرصه الطيبه جدا. شكرا جزيلا، وشكرا لك كمان لحضر وجودك معنا. ننتقل الان الى الزميل محمد المهري وموضوع المسابقه، واظن سيقدمها اليوم بمزاج احلى محمد بعد ما سمع هذه الانشوده. معك محمد. مساء الخير دكتوره مية، فعلا الموسوعه بامانه سنشتاق اليها اكيد كثير، ولكن فقط نعلن للمشاهد الكريم على انه من لم يتمكن من شراء والحصول على الموسوعه اليوم وغدا ايضا في ختام المعرض فيستطيع اكيد من منافذ مختلفه، منها طبعا وزاره التراث والثقافه استاذ جاسم، وايضا الوزاره ايضا راح نفتح باب الحجوزات في فتره المعرض ان شاء الله باذن الله تعالى. اذا اليوم الموسوعه العمانيه هي اكيد هي مع ضيف من سوريا، نتعرف عليك استاذ. دكتور غياث مكتبي، دكتوراه بالإعلام والصحافة. إذا التخصص قريب من طبعا. أول مشاركة لك في المعرض أستاذ؟ نحن من أوائل المشاركين بالمعرض، لأننا نحرص على زيارة معرض الكتاب، لأننا نرى في معرض الكتاب بعمان الجمال والإبداع. بما أنه هناك جمال وإبداع ولك علاقة بالإعلام، فسؤالنا يقول ما أول صحيفة عربية عمانية في زنجبار؟ هل هي الفلق أم الوطن أم عمان؟ طبعا الفلق، وأنت سألت سؤال ضمن ما نعمل به. إذا دكتور نبارك لك طبعا حصولك على الموسوعة العمانية، ونتمنى أن تكون في أروقة الشام ومكتبات الشام ليتعرفوا على هذه الحضارة العمانية
ونتمنى لكم دائما كل التوفيق، ونتمنى أن يرجع الشام إلى إن شاء الله استقرار وأمن، ونتمنى لكم كل التوفيق. أكيد ذلك، ونهدي مسقط عنقود من الياسمين الشامي لتضعونه دائما وأبدا، وستبقى الشام كما هي متوهجة متألقة، وياسمينها مزدهر أيضا. شكرا دكتور، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا. شكرا لكم. إذا لك الموسوعة. شكرا لكم، وشكرا لهذا التطور الجميل في المعرض، وأدعو من هذه المناسبة الذي لم يأتي إلى معرض مسقط الدول الكتاب أن يأتي مسرعا، فهناك امتيازات كثيرة جدا. أحسن، شكرا لكم. أعزائي المشاهدين، هكذا طبعا فاز معنا الدكتور بالموسوعة، ولكن هناك أيضا فائز آخر من خلال الرسائل النصية. سؤال كان، هو فقيه وناسخ ومؤلف كتاب كشف الأسرار المخفية، وهو من الواعدة ولاية عبري هناك في محافظة الظاهرة، وكانت الإجابة الصحيحة هو بدر بن سالم المنذري، صاحب الرقم الحاصل على الموسوعة العمانية رقم 99 27 67 37. نعيد الرقم 99 27 67 37. طبعا هو صاحب رقم الذي فاز بالموسوعة العمانية. غدا سيكون معنا آخر سحب وآخر رسالة نصية وآخر أيضا، نحن نوزع يوميا في برنامج الفارس 4 نسخ، نسختين مع الزميل محمد سعدون، ونسخة معي ونسخة أيضا من خلال رسائل النصية. نتمنى لكم دائما كل التوفيق، ونقول الحلقة ما قبل الأخيرة اليوم، فلنسارع إلى الاستثمار معرض مسقط الدولي للكتاب غدا في حلقتي الأخيرة. نتمنى لكم دائما كل الكتاب، ولنكون دائما أمة تقرأ. مباشرة إلى الدكتورة ميا، لك الكلمة. شكرا لك محمد، ووصلنا إلى ختام حلقتنا، وأجدد الدعوة التي طرحها زميلي، دعوة مفتوحة غدا اليوم الأخير، نلقاكم على خير.